دعت تعليم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني اكتشف مسارك، والذي تنفذه مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف زيادة قدراتهم وميولهم وتثقيفهم حيال الخيارات التعليمية المهنية المتاحة لهم في مستقبلهم. وفي الاستديو ينضم لي الدكتور بندر بن قاسم الهجن، مدير عام مسك المهارات. دكتور بندر، مساء الخير، شرفتني بوجودك اليوم. مساء النور، شكرا على إتاحة الفرصة هذه، نستعرض البرنامج الجميل هذا مع مشاهدي الإخبارية. الله يحييك. بداية، إلى ماذا يهدف برنامج اكتشف مسارك، ومن تستهدفون في هذا البرنامج؟ نعم، هذا البرنامج جاء لاحتياج في الحقيقة، يمكن ظاهرة اللي هي أنه حوالي 40% من شباب العالم، هذا ليس خاص بس بالمملكة العربية السعودية، بس على مستوى العالم، لا يمتلكون المعلومات أو المهارات اللازمة لاتخاذ القرار السليم في اختيار التخصص. وهذا يمكن شيء ملموس عندنا، وكثير من الشباب يجد نفسه في تخصص بعدين يسأل نفسه أنا ليش درست المادة هذه، أو ليش دخلت في التخصص هذا في الجامعة. فإحنا حبينا نقدم برنامج من مسك، من خلال مسك المهارات اللي طبعا تابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية، وبالتعاون مع وزارة التعليم مشكورين، لتقديم برنامج تثقيف الطلاب قبل ما يدخلون الجامعة، حتى يمكن قبل ثالثة ثانوي، أولى ثانوي، ثانية ثانوي، قبل مرحلة الاختيار، بحيث أنه يستطيعون يمتلكون المهارات المناسبة والمعلومات المناسبة لاتخاذ هذا القرار المهم. الفئات المستهدفة أخوي فيصل هي طبعا الطلاب في المقام الأول، وإحنا نرجو أنه هم يكونوا هم أصحاب، أو مفروض يكونوا هم أصحاب القرار الأول طبعا، ولكن لا نغفل أنه طبعا الآباء والأمهات أو أولياء الأمور لهم دور مهم كذلك في عملية اختيار هذا المسار، بالإضافة كذلك للمعلمين. فحن حاولنا نشمل جميع الفئات الثلاثة هذه في هذا البرنامج، مسار للطلاب، لأولياء الأمور، وكذلك مسار الطلاب اللي هو من أولى ثانوي إلى ثالثة، اللي فهمت منك. أي نعم، هذا صحيح. نعم. طيب، وش أبرز المهارات اللي تحاولون تطورونها؟ جميل. البرنامج يحاول يركز على 4 مهارات أساسية. أو المهارة الأولى والأهم هي معرفة الذات أو استكشاف الذات. قد يكون الطالب عنده مهارات هو يعتبرها شيء بدهي، ما يعي أنه هذه أصلا مهارات ممكن هو تفيده في مساره الوظيفي. فإحنا نحاول نبدأ أول شيء باكتشاف الميول واكتشاف الذات، هذا بالنسبة للطالب. وكذلك نحاول أنه في المهارة الثانية هي استكشاف المسارات المهنية المتاحة له. وهنا أقصد ليس فقط المسارات المهنية التقليدية، ولكن المسارات اللي هو ممكن إحنا الآن في الاقتصاد الجديد، وفي مع برامج الرؤية والقطاعات الناشئة، ريادة الأعمال، العمل عن بعد، والعمل الحر، هذه كلها مسارات إحنا نحاول أنه تأخذ في الاعتبار في توعية الطالب عن المسار المهني. المهارة الثالثة هي مهارة استكشاف طبعا التخصصات التعليمية نفسها. وهنا أكرر مرة أخرى أنه قد لا يكون المسار الجامعي هو المسار الوحيد، ولا يجب أن يكون هو المسار الوحيد للجميع. إيش بيكون المسارات البديلة؟ طبعا في ظل ثورة المعلومات والرقمنة اللي حنا فيها الآن، لو أنت سألتني السؤال هذا يمكن قبل 10 سنوات كنت قلت لك عندك لازم الجامعة، ولازم يمكن معهد تدريب مهني. أو الآن الـ 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 الوسائل التعليمية المتاحة أونلاين
صراحة يعني قضت على كل الأعذار أن الواحد ما يقدر يثقف نفسه ويدرب نفسه، بالإضافة طبعا لمدارس الجديدة اللي نشأت اللي هي عبارة عن مدارس تدريب تختص بالمهارات، تختص بالمهارات الرقمية، تختص بالرقمات، مهارات مثلا البيانات الضخمة، السايبر سيكيورتي، تطوير واجهات الويب، وهذه مهارات تتقاطع مع كل القطاعات، يعني الآن أصبحت لها أهمية كبيرة. أهمية البرنامج يا دكتور بندر الواحد يعرف قيمتها إذا تخرج من الثانوي بصراحة. نعم. لأنه فعلا يكون ما عنده فكرة وين يروح وأي تخصص، إلا إذا كان زي ما ذكرت تفضلت أبواه يقولوا له راح تسجل كذا، ولا هو احتمال. نعم. كبير جدا أنه ما يعرف. السؤال هنا، هل هذا هذه المبادرة في الرياض فقط ولا في مختلف مناطق؟ جميل. يعني أنا طبعا هذا إحنا حرصنا في هذه المبادرة أنه أنها تشمل جميع مناطق المملكة، فهي تقدم أونلاين وتقدم بطريقة مرنة بحيث أنه الطالب يستطيع يدخل فيها في الوقت الخاص اللي يناسب المتدرب أو المتلقي، كذلك للآباء طبعا والمعلمين. فهو الآن يعني متاح في جميع أنحاء المملكة، وإحنا طبعا هنا يعني أعيد أحب أشكر بشكل خاص الإخوة والأخوات في وزارة التعليم اللي حقيقة يعني ما قصروا، يعني بذلوا معنا مجهود كبير يعني إيصال هذه المبادرة لجميع المدارس في جميع المناطق والمحافظات. والآن يعني أقول لك خلال الثلاث أربع أيام من يوم ما فتحنا التسجيل عندنا الآن ما يفوق 18,000 متقدم في يعني في وقت قياسي، ولله الحمد يعني في صدى طيب للمبادرة. أنا حقيقة أشكركم على جهودكم، شكرا لك دكتور بندر من قاسم الهجن مدير عام مسك المهارات على جهودكم وعلى هذه البرامج والمبادرات اللي دائما تتحفونا فيها. شكرا جزيلا دكتور. شكرا.